قضية تصفية حسابات القصر. ينتظر الناس ولادة حكومة بين يوم وآخر علها تضع البلد على سكة الإنقاذ، وفي هذا الوقت يستمر مسار الانحدار القضائي الذي تقوده القاضية غادة عون المتفلتة من أي مرجعية قضائية لتجعل نفسها أداة في يد رئاسة الجمهورية تستخدمها لتصفية الحسابات وتوجيه الرسائل. طلبت عون إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سليمي الأسبوع الماضي، كان ذلك بهدف الضغط عليه ليتراجع عن قرار رفع الدعم، فرفض مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبة تنفيذ القرار لأنه ما بيحمله كما تقول المصادر. ودخل سليمي في تسوية في موضوع رفع الدعم فهدأت الأمور، إلا أن قضية العهد تحركت من جديد وأصدرت مذكرة بحث وتحر عن سليمي بقرار من القصر الجمهوري أيضاً. هو قرار لا قيمة قانونية له، تؤكد مراجع قضائية، وبإمكان مدعي عام التمييز أن يلغيه، كما أن عون لن تجد جهة أمنية تنفذه. لكن المهم في الأمر هو أن القاضية عون لا تتحرك أو تعود عن قراراتها إلا بتوجيهات من القصر الجمهوري ومن المستشار الأول فيه سليم جريصاطي، وهذا ما يفسر أن البلد من دون تشكيلات قضائية ومن دون مجلس قضاء أعلى مكتمل وحتى من دون تفتيش قضائي، لأن رئاسة الجمهورية عطلته بمنع محاسبة غادة عون على الرغم من مخالفاتها الكثيرة والشكاوى ضدها. وحين قامت غادة عون بعرضها الاستعراضي في شركة مكتف المالية، قيل وقتها إنها قبضت على فضيحة كبرى، صادرت الكمبيوترات وأخفتها في منزلها، ومر شهر وبعده أشهر ولم نسمع بنتائج التحقيقات. كان الأمر مجرد تشويه سمعة وتصفية حسابات، يحتاج القصر إلى ضحية أو إنجاز وهمي، فتنطلق غادة عون وتركل الأبواب وتطل على الشرفة وكأنها فرخ زعيم. وإن احتاج القصر إلى لي ذراع رياض سليمي كي يفتح اعتمادا لشركة محروقات محضية، تتحرك غادة عون ضده، قاضية لم نرى شبيها لها في تاريخ القضاء اللبناني، وهذا أمر طبيعي جدا ما دمنا لم نشهد شبيها لهذا العهد في تاريخ لبنان.